أنا خالتي نايم رافد؟ لا وين قاعد من زمان، قاعد من زمان صار لي فوق الساعتين قاعد. أنا أولا صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والكرامة. رافد تعال عندي المكتب ضروري بسرعة. خير إن شاء الله. طب ياي ياي تفضل تفضل تفضل. يا هلا 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 هلا. أعرفك على بطل الرالي في الكويت والشرق الأوسط شارع الضفيري. بشاري بشاري والله أحبك، أنا من معجبينك، أنا دائما أدش لك على الخاص بالإنستغرام وأحط لك رسائل. حبيبي أتشرف فيكم. هذا الشرف والله حبيبي، والله حبيبي. شاري أخوك رافد شاب موهوب ويحب الرالي، هو طبعا بالبداية ما كان يحب الرالي، يحب الشيء يسمونه هذا تشفيط. بس نبيك الدربة وتهتم فيه، يمكن في يوم من الأيام على إيدك يصير بطل رالي. يه هذه الساعة المباركة، أنا راح أدربه وراح أكون معه خطوة بخطوة. إنزين قولي مشاري متى بلشت؟ ابتديت من صغري وأنا أشوف سيارات الرالي عندنا من والدي الله يحفظه أحمد ضفيري، بطل صحاري الكويت وأحد مؤسسي رياضة الرالي في الكويت. أوه الوالد بعد بطل رالي؟ صحيح، وللعلم بعد الكويت أول دولة خليجية تنظم رالي وثاني دولة عربية. أوه تدري عن هالمعلومة رافد؟ لا والله ما أدري ما أدري والله. الحين دريت. مشاري بسألك سؤال، حضرتك تمرنت مع أبوك من وانت صغير واخذتها خطوة وخطوة، لكن هل ممكن إن واحد بهالعمر يبتدي ويتفوق؟ أكيد يقدر توا صغير وشباب. رافد عندك ليسن دولي؟ لا والله ما عندي. أول شيء لازم تطلع ليسن دولي من الكيتي. تقدر تطلع الليسن اللي يقول عنه؟ هي 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 أعرف شو ما أعرف يمه. تكفى مشاري بطلبك طلب. تفضل. ودي أحضر معك التمرين. فيك شد اليوم؟ فيني ونص بعد الله يهداك، امشي الحين وروح. تم. لا توقف قلبي يا مشاري. مشكور ما قصرت على اللي سويته لنا. بالعكس ما سويت شيء ومستعدين نسوي أي شيء علشان ندعم رياضة الرالي عندنا. مشكور، عسى عمرك طويل. ايش عليك؟ السلام عليكم ماما. هلا هلا محمد، انطرني هناك شوي. ان شاء الله مدام. ما قصرت. هذا محمد يشتغل عندي، هو أبوه المنجرة ما شاء الله عليه، مبدع من يومه ما صار ولا استوى. تصدق يا رافد، تصدق ينقش على الخشب نص دواوين الكويت هو مشتغل فيها. ها تبنيتي انت؟ حين قاعدة أقول لك أنا نص دواوين الكويت ومن شاف الضفيري هم الدودة طلع شامل. ما شاء الله ما شاء الله. يلا نمشي رافد. يلا يلا, يلا, يلا مع السلامة. حيا يلا مع السلامة. مع السلامة. تعال محمد. إن شاء الله مدام. ما شاء الله السيارة عجيبة حبيبي. ها جاهز؟ ايه طبعا جاهز. ما راح تخاف؟ لا 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 ما راح اخاف. ترى قالوها قبلك. تلبس الخوذة؟ لازم خوذة؟ اي لازم، السيفتي عندنا اهم شيء. اوكي عاد ان شاء الله تطلع قد راسي. خلص داخل. ها شفيت؟ شديت حيلي اليوم بالنادي على بالي بضعف بسرعة. لا 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 ترى اليوم عندنا شغل وايد. شغلة؟ أنا كلمت اليوم زياد وميميون عندنا بما أن جورج عند ربعه. عشا يعني؟ لا إحنا بنحتفل بعيد زواجهم، عاد أنت أخذي كرتي وضبطي عاد ها الورد والشموع والموسيقى ولا تحاتين، أنا وصيت ترى العشاء والكيكة. يمديني؟ يمديك حبيبتي، ترى كل شيء بالتليفون. الله يهداك يا طارق،
كم مرة أقول لك إذا قررت شيء قل لي قبلها لا تفاجئني ما يمديني. أنت ليش عيارة؟ أنت دائما شيء تفاجئني ما تفاجئني. كل مرة أطلب منك حزة الحزة وبعدها تبهريني أنا أول واحد وتبهرين المعازيم. ما نخلص من عزايمك. أنا ممتنة حق سناب شات إن عرفني عليك. أحس إني أعرفك من زمان. تصدقين نفس إحساسي؟ أنا وايد حبك. حبيبتي تحبك العافية. حبيبتي أنت. عطني لو سمحت. لا. بشاير سمر ايش فيك؟ ماكو فرق بيننا. انا اللي عزمتك. قلت لك انا بدفع بس. كنت ها؟ امبيه وايد كروت عندي، ما ادري اي كرت ادفع منه. اقول هذا. تفضل. شكرا. امبيه مو صدق. تليفوني ما يوقف، المحلات يدقون علي اول ما تنزل عندهم قطعه جديده، انا اول وحده يدقون عليها. اي والله صادقه، احنا عسى ما بغينا نشوف شنو الموديلات الجديده بطلنا سنابك، ما شاء الله انت اول وحده تلبسينهم. اقول لك مره رحنا مجمع رفيجتي كانت ميته على جنطه، المهم لقيت الجنطه ويت بتاخذها ولا يقولوا لها محجوزه حق مدام بشاير، بغت تموت من القهر. انا احب اكون مميزه بكل شيء. صادقه الصراحه. حبيبتي. فرد علي سميرة أكيد راح الحين راح تورينا الجناط الجديدة. هلا مدام بشاير. هلا سميرة. أهلا حبيبتي، الشنط وصلت وقلت أوريهم لحضرتك قبل أي حد. يلا خلينا نشوف. أوكي. في دي ودي ودي، الثلاثة ما فيش منهم إلا قطعة واحدة في الكويت. ثلاثتهم ينونون. وايد حلوين. تدرين شلون سميرة؟ أنا راح أخذهم ثلاثتهم. ديزيلي لينك كالعادة وترشيلي إياهم البيت. مبروكين عليكي. طبعا الموضوع اللي بيني وبينك طلع صحيح. إيه. صدق؟ أوكي فهمتك أنا. يلا مع السلامة. باي. خذيتهم ثلاثتهم. إيه ما شاء الله عليك بالعافية. حبيبتي. أنا آسفة لا يكون عطلتك وما أخذتك من بيتك. لا حبيبتي عادي اصلا ما عندي شيء. حبيبتي امبي نسيت ادق على السايق، الحين لو دقيت علي يبي له ساعه لين يوصل عشان الزحمه. لا تدقين علي ليش تنطرين؟ انا وصلت معي عادي؟ ايش دعوه؟ حبيبتي يلا حبيبتي يلا. مشكور 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 من هني لي بعد سنة مشكور مشكور وايد حبيبي. إن شاء الله إنك استمتعت واستفدت معي. أكيد أكيد استفدت. مثل ما قلت لك الحين في كم شغلة راح تركز لي عليها، تمرين وألعاب التركيز. إنزين راح أكون وياك باكر إن شاء الله بالتمرين وأكون معك شخصيا أول مرة. ترى بلشنا وقت الجد. بإذن الله أعتمد. حبيبي. مشكور وايد حبيبي. يلا توصيني بشيء بعد عمري. سلامتك. خدماتك. الله يوفقك الله يوفقك.